تحرك جديد لأنصار الزواج المدني في لبنان أمام ساحة الشهداء وسط بيروت. إنهم يطالبون بتمكينهم من الزواج مدنيا في بلدهم دون الحاجة للجوء إلى المؤسسات الدينية. وحاليا يقوم اللبنانيون الذين يريدون الزواج مدنيا بالسفر إلى قبرص أو تركيا أو أوروبا لإتمام إجراءات الزواج. بفتكر أنه طرح قانون الزواج المدني على المجلس النيابي هي الرسالة المهمة، لابد أنه يتناقش بقلب المجلس النيابي بطريقة تشريعية، وبعدين كل نائب وكل ممثل عن هالشعب يتحمل مسؤولية قراره. وتعارض جميع المراجع الدينية في لبنان الزواج المدني من حيث المبدأ، غير أن الكنيسة الكاثوليكية تؤكد أنها ستقبل به في حال أقره المجلس النيابي. إذا بده يكون قانون إلزامي لكل اللبنانيين، الكنيسة بتلتزم فيه كقانون مثل بقية القوانين، بتنفذه وبتحفز المؤمنين المسيحيين أنهم يرجعوا يقعدوا زواج في الكنيسة. ويعارض علماء الدين المسلمون هذا الطرح، فالزواج المدني بالنسبة إليهم هو زواج باطل يتسبب بتفكيك الأسرة، ومن الواجب محاربته. مدام الدستور حفظ لكل طائفة في لبنان حقها بمراعاة الأحوال الشخصية تبعيتها، إذن ليس للدولة أن تدخل بهذا الموضوع لا من قريب ولا من بعيد. انطلقت الحركة المطالبة بقانون مدني للأحوال الشخصية منتصف تسعينيات القرن الماضي، وقد حظيت على مر السنين ولا تزال بتأييد من رئاسة الجمهورية وعدد كبير من الوزراء والنواب، إلا أنها لم تجد طريقها حتى الآن إلى مجلس النواب. أظهر استطلاع للرأي نشرته قبل أيام مؤسسة الدولية للمعلومات أن 51% من الذين شملهم الاستطلاع يؤيدون الزواج المدني الاختياري، غير أن الحكومة لا تريد طرح الموضوع للنقاش قائلة إن هناك أولويات أخرى في الوقت الراهن. لاريسا عون، سكاي نيوز عربية، بيروت.